مين انتي؟ شي مرة وقفتي قدام المراية قدام حالك وسألتي هذا السؤال؟ حسيتي بالحب؟ امتلكتي الحق؟ تعاملتي بحرية؟ عشتي الحياة؟ طيب، تعرضتي للاضطهاد؟ تعرضتي للاستغلال؟ عانيتي التمييز الجنسي؟ شو يعني هاي المصطلحات؟ شو مفهومها الصحيح؟ ببحث قام فيه فريد ألبينكوس عالم اجتماع أمريكي بعام 2011 عن فهم مصطلحات التعددية، عرف الجنس بالفروق الجسدية والبيولوجية اللي بتميز بين فئتي الذكور والإناث واللي بتتضمن شكل الجسم والهرمونات والأجهزة التناسلية. أما الجندر فيشير إلى السلوك، هو معرف ثقافياً بحيث بتناسب مع فئتي الذكور والإناث، مبني اجتماعياً بشكل كلي. جسدياً الرجال بيقدروا على رعاية الأطفال، بس بحسب العادات الثقافية والمجتمعية يعرف ذلك بأنه عمل النساء. الاضطهاد هو عملية ديناميكية من قبل مجموعات بتمتلك السلطة والامتياز من خلال استغلال مجموعات أخرى سحبت إلى مستويات أدنى بالنظام الاجتماعي. التحيز الجنسي هو مجموعة من المعتقدات الثقافية اللي بتدعم سيطرة الذكور على غالبية المؤسسات الاجتماعية، مثل الاعتقاد بأنه الرجال لازم يكونوا رأس البيت وبأنه النساء ما لازم يشرفوا على الرجال أثناء العمل. هذا الشيء يعتبر تحيز جنسي. الفرق بين التحيز والتمييز بأنه التحيز هو الشيء اللي بفكر فيه الناس، أما التمييز هو ما يفعل الناس، أي السلوك. وتفسير مصطلح التمييز الجنسي بتطبيقه كسلوك هو ما يعرف بالميسوجينية. الميسوجينية هي تقليل من أهمية النساء واحتقار قيمتهن، وكمصطلح يعني كره النساء. بكتاب جاك هولاند تاريخ مختصر عن الميسوجينية بيقول إنه ميلاد كره النساء كان من قبل القرن الثامن قبل الميلاد، وإن كان بالتقاليد اليهودية الجاني هو حواء، فباليونان الجاني هي باندورا. باندورا العبارة المستخدمة لوصفها هي كالون كاكون، يعني الشر الجميل، كان يقارن جماله بجمال الآلهة. تم تزويج باندورا لإبيميثيوس، هو الأخ الأصغر لبروميثيوس، وكان معه جرة كبيرة مختومة بتشبه الرحم بالشكل، وقالوا له أنه ما تفتحها أبداً، بس هي ما قدرت تقاوم أنه تفتحها. ولما فتحتها قالوا لكن الآن فتحت المرأة البرميل والآلام والشرور المتناثرة بين الرجال. ومن وقتها بتقول الأسطورة اليونانية أنه حكم على البشرية بالمعاناة والعمل والمرض والموت. ظهر مصطلح الميسوجينية بالقرن السابع عشر رداً على كتاب مناهض للمرأة كتبه سيد المبارزة الإنجليزي جوزيف سويتنام بعام 1615. كان جزء من كتابه بعنوان استدعاء النساء البذيئات العاطلات والعاصيات، وتم الرد على هذا الكتاب بعام 1620 من خلال مسرحية مجهولة الهوية بلندن، كانت بتمثل شخصية جوزيف سويتنام باسم مستعار ميسوجينوس، يعني كاره النساء. وتم تداول هذا المصطلح أكثر من خلال كتاب نشر للناقدة أندريا دوركن بعام 1974. استخدمت دوركن هذا المصطلح مو بس حتى تحكي عن كره النساء، كمان حتى تحكي عن معاقبة النساء يلي بيرفضوا التبعية. تمت مناقشة مصطلح كره النساء حول العالم بعام 2012 من خلال فيديو عرف باسم الخطاب الميسوجيني لرئيس الوزراء الأسترالي جوليا جيلارد. انتقدت جيلارد خصومة حتى تمسكهم بالسياسات الذكورية وفقا للمعايير، وصارت تحدثهم عنها بعبارات جنسية قوية. Thank you very much, Deputy Speaker, and I rise to oppose the motion moved by the Leader of the Opposition. And in so doing, I say to the Leader of the Opposition, I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. And the government will not be lectured about sexism and misogyny by this man. Not now, not ever. The Leader of the Opposition says that people who hold sexist views and who are misogynists are not appropriate for high office. Well, I hope the Leader of the Opposition has got a piece of paper and he is writing out his resignation. Because if he wants to know what misogyny looks like in modern Australia, he doesn't need a motion in the House of Representatives. He needs a mirror. That's what he needs. بالنسبة للفلسفة، الشاعر اليوناني هيبوناكس بيقول لا تسعدك المرأة إلا يومين، يوم زفافها ويوم دفنها. وأرسطو بيعبر عن الرأي السائد وبيقول إن المرأة امرأة لنقص فيها وعليها أن تلزم ببيتها كتابعة لزوجها. واعتبر كمان أن الأنوثة تشوه، وأنه هي أساسا رجل له روح حيوان وتسهم فقط بالمادة اللي بيعمل فيها المبدأ الفعال. إذا سار كل شيء على ما يرام ينتج عن الجماع الجنسي نسل مذكر، أما إذا كان المبدأ الفعال معيبا فينتج نسل مؤنث.
بالنسبة للنظام الأبوي من وجهة نظر سيمون دي بوفوار، فانتصاره ما كان نتيجة مصادفة. من نشأة الإنسانية أعطى الذكور هاي الامتيازات، والذكور أبداً ما تخلوا عنها. أما المرأة ما اختارت لنفسها أن تكون معبودة أو مستعبدة، ومكانتها بالمجتمع ما كانت إلا المكان اللي بيخصص الرجال لإلها، وهذا أحد الأسباب يلي خلاها ما بتمتلك إلا نصف حق الرجل. ولهذا السبب صارت تتخلى عن حقوقها شوي شوي، حتى صار هذا الشيء بالنسبة للأعراف والتقاليد قانون أخلاقي بالنسبة للمرأة. ولعدم امتلاك أي شيء فهي ما بتكتسب صفة شخص، بل بتصير جزء من أملاك الرجل. وقانونياً منلاحظ أنه الأب وحده عنده شرف الاسم، أما الأم فما إلى شرف الاسم، وهذا الشيء مذكور بعدة مراجع، وبتحكي عنه نوال السعداوي بكتاب عن المرأة والدين والأخلاق، وعن كم الضحايا من النساء والأطفال بالنظام العبودي السائد حتى اليوم، وخصوصاً بالأسرة اللي فيها نظام أبوي واللي بيعتبر المرأة جزء من أملاك الرجل، بيتم اختزال المرأة حسب دورها بالمجتمع. ومن خلال لقائي مع الدكتور سليمان كاسوحة توضحت عدة نقاط تثبت أنه اختزال دور المرأة ما زال موجود حتى اليوم. بالحقيقة الأساس هو النشاط الثقافي اللي كتير كبير المتعلق بالدور تبع المرأة اللي نحن بنشوفه بشكل مجتمعي مع كل الفئات المشتغل عليها. أساساً الموضوع بيتعلق بالأدوار اللي نحن بنكلف فيها المرأة ثقافياً، وهذا بيختلف من مطرح لمطرح، من مكان لمكان، من محافظة لمحافظة، ولكن الأساس اللي أنا اختبرته بخلال العمل الميداني بسوريا هو موضوع البرفكت بكل الأدوار. يعني أنا بطلب من المرأة خاصة عندنا بمجتمعنا تكون هي تامة بكل الأدوار اللي نقوم فيها، على صعيد تربية الأطفال، على صعيد العمل، على صعيد المنزل، على صعيد تحضير الطعام، تنظيف المنزل إلى آخره، إضافة للعلاقة الزوجية، إضافة للوجه الجميل، المتحدث اللبق. لذلك عندنا تصور عام بيحط المرأة بإطار مثالي. أي دور من هذول الأدوار ما بتقوم فيه بالشكل المطلوب منها مجتمعيا فهي تختزل. تختزل بالنسبة لي أنا، هذا اللي أنا بعاني منه على صعيد العمل المجتمعي، نحن نختزل المرأة إلى مكونات جزئية، ولكن ما منشوف المرأة ككل. هذا الفرق بين أن أنا أشوف المرأة ككيان كامل والرجل ككيان كامل، أو أني أنا أختزل المرأة إلى مكونات مثل ما حكينا على هلأ، بدعي إلى المجتمع أو ثقافة المجتمع لأنها هي أم لأطفال أو مربي أو ربة منزل إلى آخره. من خلال التدريبات اللي عم تقوم فيها معظم المنظمات بسوريا حول العنف القائم على النوع أو العنف المبني على النوع، من خلال نشاطاتنا نحن عم نقوم فيها كمان على صعيد مؤسساتي وفرق بما يتعلق بالتواصل اللاعنفي، عم نحاول نخلق توعية أكثر حول موضوع العنف بشكل عام، ومنه العنف المبني على النوع اللي هو ممكن يكون للنساء وللرجال بنفس الوقت، ولكن ثقافيا نحن لحد هلا متوجهين أكثر للعنف المبني على النوع للمرأة. فلذلك هذا المسار في حراك جميل جدا فيه بسوريا وكتير مهم، وفي تغييرات على صعيد العمل المجتمعي، وفي اهتمام من معظم المنظمات بالمرأة كمكون برجع بقول كلي وأساسي في المجتمع، وخاصة بعد الأزمة السورية. عندنا كمان إشكاليات تتعلق بالإعلام وبطريقة بناء المناصرة أو الحديث عن مواضيع اللاعنف أكثر. أنا أتوجه وأتمنى يعني نجرب كمان نهتم بالمصطلحات والبرامج اللي بتنادي أساساً بالعنف بناء السلام، بدل من التركيز على الكلمات المسيئة والعنفية اللي ممكن هي تعمل هذا التمييز. تحكي ليندا جين شيفرد بكتاب أنثوية العلم عن علم قياس المخ، رأى علماء الكرونولوجي بأنه الذكاء يرتبط ارتباط مباشر بحجم المخ أو الجمجمة، وصاروا يقيسوا على هذا الأساس أحجام الجماجم. ولما كانت أحجام الجماجم لدى النساء أصغر بالمعدل العام من أحجام الجماجم لدى الرجال، استنتجوا بأن النساء بالمعدل العام أقل ذكاء من الرجال وأقل قدرة على التفكير، ولهيك صاروا العلماء يخبروا النساء بأن المناشط العقلية عبء على أجهزتهم العصبية وبتقلل من معدل الخصوبة. بحثت الموجة الأولى من الأدبيات النسوية عن تبرير لوجود المرأة برحاب العلم، وعن الإثبات الموثق بأنه المرأة قادرة أنه تكون بكفاءة الرجل. بتكشف هاي النصوص للنساء العالمات بأنه ما في شيء بطبيعة المرأة النفسية أو العقلية أو الجسدية بيمنعها من إصداء الصنع برحاب العلم، وتبين أنه نساء كتير ساهموا في كل مستويات العلم وعدة ميادين تانية مثل فلسفة الطبيعة
والرياضيات وعلم الكيمياء الفيزيائية، وأكبر مثال روزالين فرانكلين وإسهام المحوري ببنية الشفرة الوراثية DNA. وبتحكي نوال السعداوي بأحد البلدان العربية عن السؤال هل يجوز للمرأة أن تصبح رئيسة الدولة؟ وأحد المفتيين كان جوابه بالنفي بسبب طبيعة المرأة الفيزيولوجية وما تعانيه فترة الحيض، مع أنه كلنا بنعرف بأنه الحيض ما بيمنع النساء بالغرة بالعمل في الحقل من الشروق للغروب. وبالنسبة للتخصيب، حتى عام 1980 كانت النصوص البيولوجية اللي بتخص التخصيب بتركز على سلبية البويضة يلي بتنتظر الحيوان المنوي. مؤخراً اكتشف جيرالد وهايدي شوتن باستخدام مشهر إلكتروني للمسح أنه الحيوان المنوي ما بيحفر طريقه إلى البويضة الهاجعة، بل منشوف أنه سطح الخلوي للبويضة تنتشر عليه زغيبات بتعانق الحيوان المنوي وبتجذبه إلى الداخل. وبتكشف الدراسات حالياً بأنه الحيوان المنوي من قبل ما يقدر يقوم بعملية التخصيب لازم يكون في إفرازات من الجهاز التناسلي بتساعده على هاي العملية. للتمييز الجنسي تاريخ طويل وقديم، بس نحن لهلأ عم نعاني من أشكاله ومن آثاره. ليلة العرس بتفاجأ أنه البيت مسروق، وقال لي أنه عنده مطعم كمان هو مسروق. بعد فترة بكتشف أنه ما كانوا مسروقين، كانوا منباعين وصارفن على ملذاته الشخصية. بعد شهر من زواجنا بلاقي كرت ذاكرة على الطاولة، بحطه بقلب موبايلي بتطلع بشوف فيه صور ومقاطع فيديو لنسوان كنت شوفهم يجوا لعندي، هن النسوان رفقاته وعتختي وبتيابي. فأنا هون خفت أحكي معه لأنه نظرة المطلقة بضيعتي بتخوف، يعني المطلقة هي مباحة للكل، يعني هي شخص ما أنه منيح لهيك الطلقة. هدول الجماعة طلعوا بصيروا عيطوا وسرقوا المحل اللي كنت مستأجرته اللي هو بقلب الحارة اللي كان مصدر رزقي، لأنه طلعوا هنين أخوات مرة أخذ جوزي وشرد معه وهي متجوزة وعندها ولد، وطلعت هي مرت رفيقه المقرب كمان. كنت خليه يقرب علي وأنا ما عم حس بشي، لأنه واحد مثله بيقول أنه إذا أنا ما خليته يقرب علي معناته أنا عم خونه، وأنا إذا بده يفكر فيه بهالطريقة ما بقبل على حالي. صرت أطلب منه مصروف ما يعطيني مصروف، حرمني من مصروف وحرم أولادي، ويضل يقل لي ما معي ويصير ياخذ لي مصرياتي. أنا كان في عندي بنتين، ولما كنت حامل بالبنت الثالثة وعرف أنه أنا حامل بالبنت الثالثة ضل يضربني على بطني وعلى ظهري مشان نزل البنت، بس الحمد لله الله سترني وجبتها. ويوم اللي أنا كنت عرفت أني أنا حامل بالصبي عرفت أنه هو خطب. حماتي من كتر ما كانت تكرهني صارت تشك فيي وبعمي، ويومتها أنا يعني ضربوني وصار معي ثقب بغشاء الطبل، واتهمني زوجي اتهمني بشرفي وتعذبت كتير. أول شيء بعد حتى طلقت منه، خليت الأولاد عنده لأنه ما فيني أتحمل مسؤوليتي، ولأنه صاروا يعملوا ضجة بالبيت وصاروا أهلي يتضايقوا مني. وبس فيني يكون معي مصاري بجيب الأولاد لعندي بعطلة الربيع وبالصيفية، إذا فيني أصرف عليهم بخليهم عندي كم يوم وبخليهم عندي بعطلة الربيع، وبعدين هن بقى بيضلوا عن بي. لما ضربني الساعة 10، يعني ضربني بالقدومي الساعة 10، ضليت للساعة 1 يعني غيبوبة ميتة، بس قاعدة هيك. وبنتي الصغيرة اللي عمرها 2 صح لي يوم ما أرد عليها ميتة، يقتلوا يضربوا يقول لهم لا مو أنا اللي ضربته، قلوا لا أنت، يردوا يقلعوا كفين الرخ الشرطة، بعدين قرر لهم أني هو اللي ضربني وهو اللي ضربني. أخذوه وساقوه على السجن ونخذوني عن المشفى، حطوني بعنين مشددة شهر كامل ميتة، 6 وماني وعياني مثل الأول. لا ما أرجع، إيدي هي انشلت لما ضربني، انشلت إيدي، إجري انشلت، يعني عجل طفل العمر نهار يمكن بيمشي أكثر مني. يا فلان بالقدو ما بصحى الدنيا للحياة، يعني بمشي وما نصحي الدنيا، لا عاد أحسن أشتغل، لا عاد أحسن أصيب شغلي، قاعدة من البيت لبرا بطلع بشم هوا وبرجع، ما بحسن بدوخ الدنيا. 4 أشهر قال طلعوا عافوا، بس للحما سقطت الدعوة عنه.
ما بدي منش. لما رحت طلقته يعني القاضي قال لي ايش بدك مقدم اخر، هزيت له براسي يعني ما بدي شيء ابعد عنه، شيء ابعد عنه يعني يتطلق وانفع شيء. اذا هيك مثل حكايتي الطلاق اوفر شيء، وانا يا ريتني مطلقه من 15 سنه. وبقول لكل بنت بدها تتجوز اصحك تجيبي ولد فورا وانت متزوجه من شخص بيناتكم مشاكل. عشت ايام كثير صعبه وكنت عم فكر اني انتحر. بقول لكل بنت عم تواجه هاي التجربه انه ما تسكتي، حياه حلوه ورح نعيشها مره واحده، يا نعيشها بكرامه وشرف يا اما بلاها. وبعمرك ما ترخصي بحالك كرمال حدا، ولو كنتي بتعبدي لانه عند اول مفرق رح يتركك ويمشي. إذا انتقلنا للتمرن الجنسي، منشوف فرق كتير كبير بين الرجل والمرأة بحياته الجنسية. الرجل بيشوف الجنس هو فقط تأكيد لشخصيته وامتداد تفوقه، لأنه هو قادر يحصل على المرأة أيمت ما كان عنده رغبة، بدون ما يشوف إذا هي عندها رغبة أو فقط مستسلمة لرغباته، بينما المرأة فقط بتكتفي بدور الضحية. الشيء اللي بيزيد من تبعية المرأة للرجل أنه هي بتحاول تكتشف أسرار وجمال جسمها من خلال نظرة الرجل إلى، يعني إذا الرجل أبدى حماس ورضا تجاه المرأة فهو بيعطيها ثقة تامة ما بتنساها، وعلى العكس إذا أساء التصرف بيؤدي تصرفه لشعور بالنقص عند المرأة، ولهيك بتوقع بأمراض نفسية وعصبية لا حصر لها. نوش باور هو طبيب بولوني اختصاصي بأمراض النساء، جمع بكتابه أكثر من 150 حالة أصيبت فيها النساء بجروح أثناء الجماع ولعدة أسباب: القسوة، السكر، الوضعية الخاطئة، وعدم تناسب الأعضاء. توجه النسوية بالبلاد الأكثر تحضراً ما كان يصدر عن النساء المتعرضين لصور القهر القائم على أساس الجنس، يعني هو ما كان يصدر عن ضحايا الأذى النفسي والجسدي من النساء، وهن بيمثلوا الأغلبية الصامتة من النساء، مما يشير لمكانهم كضحايا هو قبول لمصيرهم بالحياة دون التساؤل العلني ودون الاحتجاج المنظم ودون التعبير عن الغضب الجماعي ضد مصيرهم المأساوي. تحقيق القيمة وبلوغها والحراك الإيجابي لازم يصدر عن كل أنثى بالمجتمع، وكل أنثى قادرة تساند غيرها حتى يحصلوا على كل حقوقهم ويضمنوا اكتمال الحرية. بحركة احتجاجية رافضة انبثقت الحركات النسوية بالقرن العشرين لإحداث نوع من التوازن في المواقع الاجتماعية بين كل من الرجل والمرأة، وعلى هذا تكون النسوية كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة أو نقد أو تعديل النظام السائد بالبنيات الاجتماعية الذي يجعل الرجل هو المركز الفاعل وهو الإنسان الحائز على الأهلية، والمرأة جنساً ثانياً أو كائناً آخر. لتبدو الحضارة البشرية في شتى مناحيها إنجازاً ذكورياً خالصاً يؤكد سلطة الرجل ويقرر تبعية المرأة له. تبدأ النسوية الحديثة بكتاب ماري واستونكروفت دفاع عن حقوق المرأة بعام 1792، تحكي فيه عن الصعاب اللي كانت تواجه المرأة بأواخر القرن الثامن عشر بالمجتمع. من العوامل اللي أدت لإحداث تغيير بالرأي العام كان دائرة شارع لانغهام، وهي مجموعة من نصيرات حقوق المرأة من الطبقة الوسطى، كانوا يعملوا على نشر آرائهم بشأن المرأة، وكانوا يلتقوا بالبيت رقم 19 بشارع لانغهام بلندن من عام 1857، وبعدين تم تأسيس جمعية لدعم توظيف المرأة بعام 1859. نمت فرص العمل بالبداية بمجالات تعد امتداد لميدانهم الطبيعي كأمهات وراعيات، وهي التدريس والأعمال الخيرية، وكمان بدأ رفع مستوى الاحتراف بمهن الطب والتمريض وتوسع بالوظائف المكتبية ومنح المرأة حق التصويت. بكتاب السحر الأنثوي تدعو بيتي فريدن إلى إعادة تشكيل كامل الصورة الثقافية للأنوثة بما يسمح للمرأة بالوصول للنضوج والهوية واكتمال الذات. والخطأ أو الأصل بمشاكل المرأة بالماضي حسب هذا المفهوم أن المرأة كانت تحسد الرجل، أنه هي دائما كانت عم تحاول تكون مثل الرجل بدل ما تكون على طبيعتها. أول مظاهرة عام كبير لتحرير المرأة كانت بسبتمبر بعام 1968 احتجاجاً على مسابقة ملكة جمال أمريكا، وكانت منظمات المظاهرة بيشوفوا أن المتسابقات بجسدوا الدور يلي تجبر كافة النساء على لعبه بالمجتمع بشكل أو بآخر، يعني هو السلبية، الرقة، السرور والأعباء الثقيلة الملقات عليها. من ضمن مظاهر الاحتجاج بهي المظاهرة إقامة صندوق مهملات للحرية، ألقيت فيه كل الأشياء المستخدمة بتعذيب الأنثى مثل فوط تنظيف الأطباق والأحذية ذات الكعوب العالية وحمالات الصدر والمشدات، وكان هذا ميلاد ما عرف بوسائل التواصل الاجتماعي أسطورة حرق حمالات الصدر. نحن دائما كنساء
بحاجة قوانين وتشريعات حتى تدعم وجودنا بهذا المجتمع، وهذا الموضوع تم الإضاءة عليه من عدة محاميين بالمجتمع. من القرن الثامن قبل الميلاد وحتى اليوم بتعاني المرأة من صور وأشكال عديدة للميسوجينية، وإن خفت بس نحن لهلأ عم نعاني من آثارها أيديولوجيا. هي بالنهاية مو أفكار نتبناها، هي وقائع وحقائق أنتوا تعرضتوا لها وأنا تعرضت لها. أنا ما فرضت عليكم، بالنهاية أنا منكن وفيكن. حب، حق، حرية، حياة.